السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه حلويات اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ديال الفلان او ديسير اللي كيجي بشكل عائلي، ممكن ايضا تقدموه بشكل فردي. المذاق ديالو كيجي خطير بزاف، كنضيفوا ليه واحد الاضافه اللي ممكن توفروا عليها بكل سهوله، وكيعطينا واحد البنه جد رائعه وقوام كريمي وبنين بلا استعمال ديال القشده الطريه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. اذا على بركة الله، اول حاجه غادي نبدا بتحضير ديال الكراميل. فانا درت تقريبا نص كاس ديال السكر مع شويه ديال الماء، وغادي نديرهم فوق من البوطه حتى كيرجع ليا كراميل. يعني هذه هي اسهل طريقه باش كتحضروا الكراميل ديالكم بلا ما يتحرق. بالنسبه للمكونات ديال الفلون، هنا عندي لتر ديال الحليب يكون كامل الدسم، وعندنا هنا جوج علب ديال الفلون. انا غادي نستعمل ديال البنان مع ديال الفاني، وكيف ما كتشوفوا واحد فيه السكر واحد ما فيهش، ممكن ديروهم بجوج بلا سكر، يعني ديروا السكر على حسب الذوق ديالكم. فانا بهذه الطريقه يعني كيجي هو هذاك في الحلاوه. يمكن لكم ديروا ايضا نكهه ديال الفاني بوحدها بلا ما تستعملوا ديال البنان. ديال البنان كيجي المذاق ديالو زوين. غادي نحتاج ايضا جوج معالق كبار ديال بودره الكريم باتيسير ولا النشا، وهنا المكون المميز اللي هو بودره الكريم شانتيي اللي غادي نستعملوا منها كاس. غادي نعبر لكم بالميزان شحال يعني فيها العلبه، هي يعني مكتوب فيها 100 غرام، ولكن غادي نعبرها لكم بالكاس. هي اللي كتعطي واحد المذاق زوين بزاف، وكتعطي واحد القوام اللي كيكون شاد راسو ومتماسك بلا ما نستعملوا البيض، بلا ما نستعملوا الكريمه السائله للاغلبيه او بزاف ديال البنات ما كيقدروش يلقاوها. فصافي، هادو هما المكونات فقط اللي غادي نحتاجو. كيف ما قلت السكر ما غاديش نستعملو، فكاين فواحد الساشي ديال الفلون فيه الكميه ديال السكر، وكذلك بودره الكريم شونتيي راه حلوه. فانا بالنسبه للطريقه غادي نوضعوا المكونات اللي عندنا جافه من داك بودره الكريم باتيسير، ولا كيف ما قلت ممكن نديروا بلاصه النشا. غادي نديروا معاها داك الفلون، وغادي نزيدوا واحد شويه ديال الحليب، وغادي نخلطوا مزيان حتى كينسجموا هاد المكونات مع بعضياتهم. بودره الكريم باتيسير ما غاديش بودره الشونتيي ما غاديش نستعملوها في هذه المرحله، حتى غادي يوجد لينا الفلون ديالنا من بعد. فهنا كنخلط بخلاط يدوي حتى كينسجموا مزيان، وعاد كنزيدهم على الحليب. صافي، كنرجع الخلاط على الحليب وكنحرك بحال هذا الشكل حتى كينسجموا، وكنوضع الطنجره ديالي فوق من البوطه حتى مع التحريك المستمر حتى كيغلى او كيوجد. هنا الكراميل هو واجد كيف ما كتشوفوا، كنفرغوا في القالب اللي غادي نستعمل، ونحاول انني نوزعه بشكل مقاد او متساوي. كيف ما قلت ممكن ديروه في اكواب فرديه، ولا ديروها كفايين طاسات فرديين الى بغيتوا. فانا هنا غادي يجيني اسهل نديرو هكا بشكل عائلي، كيجي حتى المنظر ديالو زوين الا بغيتو تقدمو هكا في العراضات، كيجي زوين. صافي، غادي نخلي القالب على جنب، نرجع عند الفلون كنبقى كنحرك فيه. ما تخفلوش عليه في التحراك ولا غادي تحرق لكم ويعطي واحد المذاق خايب. انا هاد الطنجره يعني غادي نبدلها من البيت، فبدات كتحرق من تحت، وغادي نبدلها بشي وحده اخرى، فهذه جات او خفيفه شويه يعني كتحرق من التحت. صافي، كنبقى كنحرك حتى كيغلى ليا الفلون ديالي، وصافي كنحيدو. الفلان هو واجد كيف ما كتشوفوا، من بعد ما كيغلى صافي، غير كيغلى كنحيدوه من البوطه، وغادي نزيدو عليه بودره شونتيي. العلبه فيها 100 غرام او 110 غرام يمكن. انا عبرتها لكم بالكاس، فعطاتني كاس بالضبط ديال بودره شونتيي بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوها ديال العبار او اللي ما عندهمش الميزان. هنا كيف ما كتشوفوا يعني كاس، ولكن ماشي عامر حتى الحد ديالو. غادي نخلط حتى كتنسجم مزيان
ديك بودره شونتي مع الخليط ديال الفلون وصافي. يمكن لكم في هذه المرحله تصفيوه الا كان فيه اي تكتلات، فانا عندي الخليط يعني ناعم ما نحتاج اني نصفيه، وكنفرغه هكا في القالب نخليه يبرد شويه على جنب، عاد كندخلو الثلاجه حتى يبرد تماما تقريبا واحد 4 ديال السوايع، ولا خليوه ليله كامله كيكون احسن. الفرن ديالي هو من بعد ما وجد او برد مزيان غادي نحركوه واحد شويه، الا ما بغاش يعني يهبط لكم ديروه في هذا البانيو اللي يكون فيه ماء سخون وصافي، خليوه واحد جوج دقائق وحيدوه، كيتحيد بكل سهوله هكا في الطبق، ما كيخسر ما والو، كيجي شاد راسو. انا هنا غادي نقدمه مع السلطه ديال الفواكه. هنا قطعت الفواكه اللي موجودين عندي ودرت لهم عصير ديال البرتقال، وغادي نوزعهم هكا في الجناب وفي الوسط. عندي حتى الفريز ما بغيتش نخلطه مع الفواكه باش ما يبدلش اللون ديالهم او باش ما يصبغش فيهم، وغادي نزين من الفوق بشويه ديال الكاوكاو محمر ومهرمش. كيف ما العاده الطريقه ديال التزيين كتبقى على حسب الرغبه او على حسب الذوق ديالكم. ممكن يعني تستغناو على سلطه الفواكه وديروا من الفوق او تزينوا بالكريمه مخفوقه من الفوق او كريم شونتي اللي كتكون مطلعه، وهكا الا كنتو غادي تقدموه في شي عراضه ممكن تحطوه من تحطوه في طبق يعني فوق من الدسر اللي كيكون تحت في طبق اكبر منه، كيجي دسر اللي زوين بزاف واكيد غادي يعجب الضيوف ديالكم وغادي يعجب موالين الدار. غادي نسالي التزيين وغادي نتلاقاو في النهايه ديال الفيديو باش نشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي. الشكل النهائي ديال الدسير ديالنا او الفلو اللي حضرنا بمذاق لذيذ بزاف وقوام اللي كيجي متماسك وشاد راسو كيف ما قلت بلا ما نستعملوا فيه البيض، كيجي كذلك الشكل ديالو زوين هكا مقدم مع السلطه ديال الفواكه، اكيد غادي يعجبكم غير جربوه وغادي تستمتعوا بمذاق اكثر من رائع. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم اشتركوا بالقناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه ونتلقاو فيديو جديد ان شاء الله.